لا تزال شاخصة رغم وجود أقوى مادة قانونية يمكن الحكم بها، الدجة العشائرية التي أصبحت من أخطر الأفعال التي تهدد أمن البصرة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السلم المجتمعي. ساعة على تخرجه من الكلية العسكرية، وبضع دقائق هو الوقت الذي أمضته والدة محمد عبد الوهاب احتفاء بتخرجه قبل أن تختطفه رصاصة طائشة أطلقها أحد أقربائه تحت مسمى الدقة العشائرية. اللي شفناه قبل شوية ما يمثل عشائرنا ولا أخلاقهن الطيبين ولا قيمهم اللي نفتخر به، لكن أكو مشكلة حقيقية موجودة بمجتمعنا، وهي سوء استغلال سلطة العشيرة ومفاهيمها من قبل البعض على مود أغراض شخصية. اليوم حلقتنا راح نحكي عن الدور الإيجابي للعشائر وأهمية وجودها لدعم فكرة التعايش، وعن دور العشائر أيضا ببلدنا ومجتمعنا وشلون صار سوء استغلال قيمها، وأيضا عن القوانين بهذا الخصوص. بس قبل ما نكمل، شنو نعرف عن العشائر العراقية؟ والله العشائر العراقية تعتبر هي الأصل كل العراقيين بالذات، لأن احنا من يعني منذ الأزل الطابع السائد هو الطابع العشائري يعني القبلي والعشائري بنفس الوقت. يعني العشائر العراقية هذا تاريخ ما ممكن تقدر تنساه. القبيلة انوجدت، أصل العرب هي قبائل، فانوجدت هذا تاريخ ما ممكن راح يعني نقدر ننكره. وتصير بشكل عام لك قوانين تخص كل العشائر، يعني تتفق كل العشائر على قانون واحد الأفضل يكون. العشائر العراقية عمود أساسي بالمجتمع، وارتبطت بمفاهيم مثل النخوة والغيرة والكرم والطيبة والحق والعدل، وكان إلها ولا يزال دور مهم بالمجتمع وبتأسيس الدولة. إذا نحكي على التاريخ الحديث فقط، فعشائرنا هي اللي سوت ثورة 20 اللي بسببها تأسست الدولة العراقية الحديثة، وشاركت بحفظ الأمن خلال عقود من الزمن وبالعمل مع الدولة، وحلت مشاكل وقربت وجهات النظر. ومن يغيب النظام وتضعف الحكومات وقفت العشائر وحفظت الأمن والحقوق، وما ننسى دورهم المهم بالحرب على الإرهاب والجماعات المسلحة، ومنها الحرب على القاعدة وآخرها الحرب ضد داعش، وحتى لهم وقفات بحماية المتظاهرين بهواية مناطق بالعراق. للأسف بعض الناس أساءت استخدام السلطة العشائرية لأسباب شخصية وسوت سالفة تجارة وابتزاز، ومعظم الأحيان بدون علم العشيرة نفسها، وصارت دقة ورمي طلقات وجبر الناس على دفع فلوس بغير حق وبالتخويف وبالترهيب، واعتداءات على الكوادر الطبية وموظفين أثناء واجبهم، وعركات كبيرة بالسلاح، وماتوا وتصوبوا بها هواي ناس، مثل ما صار بوحدة من محافظاتنا بعركة من العركات خلال شهر ماتوا 100 وتصوبوا 400. وطبعا معظم هاي التصرفات تصير على مود مصالح شخصية ومنافع، وهواية منها تصير بدون علم العشيرة، وياما وياما طلعوا من قلبهم ويسوي سوالف بحجة تمشيها باسم العشيرة. وطبعا ما ننسى واحدة من المواضيع اللي سمعنا بها وقسم من عندنا شافها بعينه، اللي هم يجروهم بفلوس على مود هاي السوالف مال الابتزاز. بالإضافة لذلك أكو موضوع هم خطير وصارت بمبالغات، لذلك القانون تشدد به، وهو الدقة العشائرية، واللي هي مثل الغارة التخويفية من عشيرة المشتكي على بيت المشتكى عليه، وبيها رمي طلقات وأحيانا رمانات صوتية وغيرها، بس بدون استهداف الأفراد، والغرض منها استدعاء المشتكى عليه للتفاوض وإنذاره لحل النزاع بين الطرفين. هي مشاكل يعني مثلا جيرانك مثلا من وراء جاهل الصياح هاي، بعد قب العيطة يجي سلمة يصيح على مرة، زين تقبلها أنت؟ والعشائر ما تقبل بالأفعال المشينة، أكو أمور لازم تدخل بها العشيرة. الفصل العشائري هو أداة للابتزاز في ظل ضعف القانون في العراق. الدقة العشائرية انتشرت بالوقت الحالي بسبب نقول ضعف الأمن الموجود وكثرة الأفراد اللي يحملون السلاح أكثر من القوة الأمنية نفسها. زين، بهالموضوع شنو رأي شيوخ العشائر؟ ففي كل شريحة في كل مكون توجد السلبيات والإيجابيات. بالجانب العشائري توجد هناك الظواهر السلبية وتوجد هناك الظواهر الإيجابية. الإيجابية منها مثل صندوق التكافل الاجتماعي في دعم الفواتير، في دعم المرضى، حسن الجوار، الكرام، متابعة صلة الرحم بين يعني الروابط الاجتماعية القوية وغيرها من
المواقف اللي تمتاز بها العشائر. وهناك الظواهر السلبية، أهم ظاهرة سلبية في المجتمع العشائري هو عندما يتمرد ابن العشيرة حتى على العشيرة نفسها وعلى القانون وعلى العرف وعلى العشائر. الظاهرة السلبية هي عندما تكون هناك مشكلة لدى عشيرة معينة ولدى أطراف من هذه العشيرة، هو يلجؤون إلى قوة السلاح، ما يلجؤون إلى الحكمة، مثل يلجؤون إلى القانون الوضعي، قانون الدولة، أو يلجؤون إلى القانون العشائري اللي هو نسميه العرف العشائري أو الفرارة العشائرية. فعندما تكون مشكلة تحل بلغة القانون بلغة السلاح ولا تحل بلغة الحوار والقانون، فهذه هي الظاهرة السلبية الرئيسية. الاستغلال اللي دي يصير باسم العشيرة والسلوكيات هاي إلها تبعات وإجراءات قانونية. بسنة 2018 القانون رفع عقوبة التهديد العشائري وكتابة عبارات التهديد على بيوت الناس وكذلك ما يسمى بالدقة العشائرية إلى السجن لسنوات طويلة أو حتى الإعدام، وتكون العقوبات بهالخصوص مساوية لعقوبات الإرهاب، بالإضافة إلى هواي قوانين أخرى وعقوبات مختلفة بهالخصوص. وإلى جانب القانون العراقي، هاي التصرفات والسلوكيات مرفوضة من قبل العشائر الرصينة والشرع الإسلامي والمرجعيات الدينية، لذلك صار واضح ضرورة الابتعاد عنها، لأن هيش تصرفات هي مو حل، بل ممكن تزيد المشكلة وتفتح أبواب المشاكل الثانية. إن اعتماد المجتمع على العشائر وقانونه هو لتغطية فشل الدولة. إن الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 لديها ثلاث سلطات تسيطر على المجتمع: سلطة الدولة المؤسساتية، وسلطة رجل الدين، وسلطة العشائر. ضعف الدولة وبروز سلطة العشائر أربك الوضع الداخلي، حيث تطورت النزاعات العشائرية إلى صدامات مسلحة، ويجب حث العشائر لمساعدة الدولة ببسط نفوذها وبالتنصل عن مصالحها المالية والسياسية على حساب القانون. اللي سمعناه هو رأي مختصين بالقانون. زين، شيوخ العشائر شنو رأيهم بفكرة دعم الدولة واللجوء إلى القانون لحل المشاكل؟ جو العشائر البصرة بنسبة 95-98-99% هي مع تطبيق القانون. حتى العشائر اللي عندها مشاكل معدودة ومعروفة، مو كل العشائر، هناك أشخاص وأفراد من هذه العشائر يتمردون حتى على عشائرهم ويسببون المشاكل. وكما بينت في الإجابة الأولى، هو اعتقادهم أن لغة السلاح هي تحل مشاكلهم. مثل ما شفنا عشائرنا ترفض، وأغلب شيوخها هاي وجهة نظرهم، ضد أي شيء خارج عن القانون، وإنهم دور، لأن كل شيخ عشيرة هو قدوة لأهله وكل فرد بالعشيرة مسؤول. وطبعا خلال السنتين الأخيرة يمكن صارت هواي ندوات ومؤتمرات وتحركات حقيقية لدعم فكرة القانون والدولة، ويكون القانون هو الحكم. الدولة عليها دور كبير همينة، لازم تترسخ فكرة كل شيء ينحل بالسلمية وبالقانون، وكلنا ندعم فكرة الدولة. وعلى فكرة الدولة تختلف هواي عن الحكومة، بس للتوضيح بشكل سريع، الدولة هي النظام والأرض والمؤسسات والمواطنين وكل شيء على هاي القاع، بينما الحكومة هي جزء بسيط منها ويتغير بين فترة وفترة، لكن الدولة واللي احنا جزء منها شيء ثابت وما يتغير. قسم من عندنا ممكن يشوف حكينا بمثالية ويقول شلون اخذ حقي بهيك وقت، بس احنا نذكره نقول له كل طريق الى بداية، وكل شيء كبير يبدأ بخطوات صغيرة. الفكرة تصير حقيقية من احنا نقتنع بيها ونسويها، القانون يصير قوي من احنا ما نقبل بغيره، حلو كلش من نتمسك بقيمنا الأصلية، والأحلى من نستخدم هاي القيم وقدراتنا من أجل الحق والعدل والرحمة. نوقف للي يحتاج ونحمي الضعيف، وما نقبل ينباع الباطل بسوق الحق. وظايف عشائرنا بيبانها مشرعة ومفتوحة للكل، الغريب قبل القريب، وأي شيء عكس هذا مو مالتنا ولا يمثلنا ولا يمثل أهلنا وعشائرنا. كنا علينا دور وما حد يقول ما عليه، الكلمة الوحدة تفرق. كنا نقدر نشارك ونغير، هذا مكاننا، وما حد راح يقدر يغير بيه شيء للأحسن غيرنا احنا. أودعناكم.